يشارك 60 مزارعا في مهرجان التمور بمحافظة دومة الجندل، والذي انطلق قبل عدة أيام لتسويق قرابة 50 نوعا من إنتاج منطقة الجوف من التمور، أشهرها حلوة الجوف والحسينية والبويضة. ويشهد المهرجان هذا العام تطويرا في الفعاليات وزيادة بالمعارض المصاحبة. طبعا احنا أعلنا تسجيل قبل المهرجان في حوالي تقريبا 3 أشهر، وبعدين نقحنا المسجلين بحيث ان عملنا بعض الاختبارات على التمور من عندهم. طبعا اقل كميه للمشاركه هي 600 كيلو، لابد ان تتوفر عند المزارع على الاقل 600 كيلو حلوه الجوف. ما عدا ذلك من اصناف التمور مسموح، ما في اشكال، اي كميه يقدر يدخل فيها ويبيعها. ويتنافس مزارعو التمور على جائزة أمير الجوف، والتي وضعت لها معايير للمنافسة هذا العام، منها سلامة التمور من الحشرات وجودة الإنتاج. أول شيء المهرجان أدخل علينا أشياء، يعني بعد الله سبحانه وتعالى، الاهتمام بالمزارع بحلوة الجوف. ثاني شيء في بعض المزارعين بدأوا يهتمون، يعني مثلا السماد العضوي أو الأشياء هذه أو المبيدات الحشرية بدأوا يهتمون، لأن إيش من شروط المهرجانات الأشياء هذه اللي هي المختبرات أو الفحص المخبري للمنتج. نعم والله زرنا، نعم زرنا كل أقسام التمور، شفنا التمور، تذوقنا التمور، ما شاء الله كل واحدة أحسن من الثانية. وأنا صراحة أنا أفضل حلوة الجوف صراحة، يعني جميلة ولذيذة طعمها صراحة، وفي الحسينية بعد تمرة حلوة، وفي البيضة خذمة عاد هذه بعد تشتري بأهل دومة الجندل. ورصد المهرجان في أيامه الأولى توافد 70,000 زائر، فيما يستمر للربع الأول من شهر شعبان المقبل، تقام فيه فعاليات مختلفة ثقافية وترفيهية واجتماعية. للإخبارية عبد الرحمن إبراهيم، محافظة دومة الجندل، الجوف.